أناب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لرعاية المباراة النهائية لبطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمدارس الثانوية للعام الدراسي 2023-2024. نظمت البطولة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة القدم، حيث شهدت المباراة فوز فريق مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني على فريق مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين بنتيجة هدفين دون مقابل. وفي ختام المباراة توج سمو فريق مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، كما تم تكريم فريق مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين لحصوله على المركز الثاني، وفريق مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين لحصوله على المركز الثالث، وفريق المدرسة البريطانية لحصوله على كأس الفريق المثالي. بهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الفريق الفائز بعد تتويجه بطلا للقب بطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمدارس الثانوية، مشيدا سموه بما قدمه الفريق على امتداد البطولة ليكسب اللقب بكل جدارة واقتدار، منوها سموه في الوقت ذاته بأداء فريق مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين وبلوغه للمباراة النهائية، متمنيا حظا أوفر للفريق في النسخة القادمة. وأكد سموه أن رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد لهذه البطولة تعكس حرص سموه على الاهتمام بالشباب ودعم الحركة الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، كما أن الرعاية تجسد اهتمام سموه بدعم الرياضة المدرسية التي تعتبر مصدرا أساسيا لبروز المواهب الكروية. وأشاد سموه بالتنظيم المميز من وزارة التربية والتعليم وما حظيت به البطولة من مشاركة واسعة من قبل مدارس مملكة البحرين الثانوية للبنين والتي تمثل مختلف محافظات المملكة، مؤكدا أهمية هذه البطولة في تخريج العديد من الخامات الطيبة ورفض الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين لتعزيز مسيرة كرة القدم البحرينية. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد أن الرياضة المدرسية تمثل أهمية كبيرة في اكتشاف المواهب الكروية في سن مبكرة من خلال سلسلة المسابقات والبطولات التي تنظمها المدارس، وإيمانا منا بأهمية الرياضة المدرسية فإن مملكة البحرين ستحتضن دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الحرص المتنامي على الاهتمام بالرياضة المدرسية والعناية بالمواهب الطلابية في مختلف الرياضات ومن بينها كرة القدم. وأكد سموه أهمية انتقاء المواهب وصقلها وتطويرها بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات الرياضية ذات العلاقة لتعزيز مخرجات البطولة. في كلمته بهذا المناسبة رحب سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بسمو الشيخ خالد بن حمد، معبرا عن شكره لسموه على حضور المباراة النهائية للبطولة وتكريم الفرق المتوجة في هذه البطولة، كما عبر عن اعتزاز وزارة التربية والتعليم والأسرة الشبابية والرياضية بالدور الرائد الذي يلعبه المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية في دعم الرياضة المدرسية، معربا عن شكره العميق للقائمين على تنظيم هذه البطولة وللمؤسسات الخاصة على ما قدمته من دعم سخي لهذه البطولة انسجاما مع الدور الفاعل الذي يطلع به القطاع الخاص في إسناد مختلف الفعاليات الوطنية.